خلال الفترة اللي فاتت، وبالتالي ما تقلقوش، دايما دايما الأمور هتفضل ماشية في هذا الاتجاه. وطول ما حضراتكم واقفين معانا وواقفين في ظهر مجلس إدارة النادي الأهلي وفي ظهر لعيبة فريق الكورة وفريق السلة وفريق الطايرة وكل الفرق الرياضية اللي موجودة في النادي الأهلي، يبقى سيظل النادي الأهلي كده. احنا عندنا نهم زي ما قلت لكم قبل كده، في حاجة اسمها طمع الانتصار. احنا عندنا كجمهور النادي الأهلي عندنا حاجة اسمها طمع الانتصار، ان احنا عايزين نكسب على طول. يعني يقول لك يا جماعة ايه المشكلة لما الدوري ده يروح؟ لا 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 لا, لا. مش ايه المشكلة؟ نجتهد لغاية آخر ثانية في الدوري والباقي بتاع ربنا. الباقي بتاع ربنا. ناس بتقول لك يعني ما كفاية عليكم 40 ولا 41، احنا الزمالك يعني ناس تانية ما بتشجعش الأهلي يقول لك يعني ما كفاية عليكم كده. أقول لهم لا، هو احنا عندنا حاجة اسمها طمع الانتصار. طمع الانتصار، بنحب إن احنا عايزين ناخد الدوري 190 ألف مرة، عايزين ناخد الكاس 200 ألف، يعني ما عندناش مشكلة في هذا الموضوع، ما حدش بيشبع. محدش من جمهور النادي الاهلي بيشبع. فعشان كده انا بقول لحضراتكم انتوا الاساس في كل شيء، ودايما تفضلوا واقفين في ظهر النادي، ودايما تفضلوا واقفين في ظهرنا. الكلام اللي حضراتكم بتكتبوه على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي بيوصلني كله الحقيقه، سواء على الاكونتس الخاص بتاعتي في كل الحتت اللي انا بتكلم فيها دي، انا عندي على الفيسبوك وعندي على تويتر وعندي على الانستجرام. لكن كل حاجة حضراتكم بتكتبوها أنا ببص عليها وبحاول إن أنا أرد عليها على قد ما أقدر من خلال وجودي في البرنامج. من الحاجات اللي أنا جات لي النهاردة مسجز كتير.